شو بتقول الأفلاك لمواليد الأسد بشهر شباط فبراير من عام 2022؟ بحب أقول لك كمان عزيزي مولود الأسد إنه الأبراج الصينية صارت موجودة توقعات للسنة كاملة، لأنه السنة الصينية بتبلش بواحد شباط فبراير. شو بتقول الأبراج الصينية لإلنا؟ كل واحد منا حسب تاريخ ولادته، حسب سنة الولادة بيكون برشك الصيني. المشتركين صاروا بفتكر هلا مطلعين او رح يطلعوا عليها. بالنسبه لمواليد الاسد معظم النجاحات بترجع للشجاعه عزيزي اكثر منها للموهبه، هيك بيقولوا المفكرين. شو ما كانت مواهبك كبيره، اذا ما تحليت بالشجاعه والجراه بمعظم الاحيان بتفوت فرص عليك وبتخسر مواقع. بتطلع على شهر آخر من المعاناة بس المخترقة ببعض الحظوظ، معاناة وفيها حظوظ رغم هالشي بيدعمك خلال كوكب ميركور حتى تحسن أوضاعك والحصول على ترقية أو زيادة على الراتب أو زيادة عائدات، بس يمكن تصطدم بمقاومة شديدة وتشقى للوصول لمبتغاك. من الأفضل أنك تركز على الأعمال الواقعية وما تروح بعيد بالأوهام، وتأجل شوي عمليات الشراء والبيع إذا بدك النصيحة، كما أنه التوقيع على بعض العقود يمكن يبين بها الشهر شوي مربك ويظهر بعض الثغرات، لأنه فينوس ومارس سوا بالجدي وميركور لتاريخ 14 كواكب بتعزز حيويتك وبتزيد منها، لكن بتوحي ببعض النزاعات مع المحيط المهني وبتسبب لك بعض التعب وبتجعلك قلق على صحتك ربما، وبتقلل من قدرتك على الصبر. يعني بتكون كتير بهالشهر متسرع مربك وغير قادر على الانتظار. يمكن تلاقي نفسك قدام خيار لابد منه وبتشعر ببعض الحيرة. نصيحة الفلك هي في عدم إظهار ترددك، بل في الغوص بالمواضيع واتخاذ القرارات وإعطاء الانطباع بأنك أنت مسيطر على الموقف. يمكن تحقق رغبة دفينة حوالي منتصف الشهر، أو يصير شيء ما كان متوقع، أو يطرأ شيء بيجعلك تدفع بمشاريعك إلى الأمام. يمكن تلاقي نفسك قدام منعطف جديد بحياتك أو قدام مشروع بيبصر النور بهالوقت، أو بتناقشه مع بعض الجهات المعنية والقادرة. الكواكب سريعة بالجدي وهي فينوس ومارس وميركور توحي بأعمال ونشاطات مهنية وجهود مطلوبة لتنفيذ الأهداف، خاصة وأنه جوبيتر بالحوت بيوفر لك الطاقة المطلوبة والفرص حتى تتقدم بأعمالك نحو الأفضل. يمكن يطرأ حدث سعيد بمجال عملك بيجعلك تعزز موقفك. المهم أنك تحافظ على شجاعتك، الشجاعة ضرورية، وتجازف شوي بالأيام الجيدة حتى ولو واجهت بعض التوتر والضغوط في مجال العمل. لا شك أنه وجود الكواكب ببرج الجدي، وإذا كانت عم تدفعك هي للعمل، بس كمان بتنصب قدامك بعض العوائق وبتفرض عليك الصبر والمثابرة بدون تراجع. يعني عندك من جهة حوافز كتيرة ومن جهة تانية مطلوب منك الصبر. انتبه، يمكن تشمئز من افتراء أو من نقص بالاعتبار، بس النصيحة هي بالتروي والهدوء وعدم الزمجرة مثل ما بيزمجر الأسد، بل إظهار الوجه الهادئ واللين. عاطفيا بتعيش حالة من الغليان وبتهدي الوضع رويدا رويدا. بيكون الإيقاع صاخب جدا بالبداية، وبعدين بتشعر بأنك عم تبحث عن شريك بتشاطره أفكارك وأحلامك، لا عن مغامرات عبثية. يمكن يحمل لك الفلك لقاء مهم وعزب جدا بيجعلك تستمتع بوقتك وتحلم كتير. لا شك أنه هالشهر بيحمل لك تقلبات وأوضاع معقدة بتضطر أنك تعالجها من حين إلى آخر، والقفز فوق العقبات أو التغاضي عن بعض المواقف والتصرفات يلي بتزعجك. لازم تفهم القطبة المخفية من تصرفات ما بتعرف مصدرها، وتبحث عن الأسباب بعيدا عن محيطك الاعتيادي. بتشعر بنهاية الشهر بأنك أديت المهمة بنجاح،
وبتحمل إليك الأفلاك تحرير لبعض الارتباطات وكشف لبعض الألغاز. لح تشوف الحقيقة واضحة قدامك، وربما أنت بتجاهر فيها عزيزي الأسد أو بتطلب توضيح من الطرف الآخر. إذا ساد جو من الصراع مع الشريك العاطفي، فإنك بتربح المعركة بنهاية الشهر.